في مباحثاتنا مع معالي الوزير تم التأكيد على وحدة العمل الفلسطيني ووحدة الصف الفلسطيني. لاستثمار هذه الحالة نحتاج إلى حوار واضح وصريح بين الفلسطينيين أنفسهم للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وموقف موحد بين الفلسطينيين أنفسهم من الضرر ومن الخطر أن يتم استثمار الانتصار لإضعاف السلطة الفلسطينية. من الضروري العمل المشترك وتوحيد الصف وتقوية السلطة الفلسطينية لأنها السلطة الشرعية وتمثل الشرعية الدولية. سنعمل مع السلطة الفلسطينية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولقد ناقشنا مجموعة من المواضيع، مواضيع تتعلق بكيفية دعم الفلسطيني على مستوى العراقي وكيفية العمل على المستوى العربي والإسلامي وكيفية العمل المشترك مع السلطة الفلسطينية ومع زميلي الوزير المحترم رياض المالكي في الساحة الدولية والتنسيق في هذا المجال. وكان برنامج معالي الوزير برنامجا مكثفا حيث التقى بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، وسوف يلتقي هذا المساء برئيس مجلس النواب. وبالنسبة للعمل المشترك قررنا أن يكون لنا الاجتماع الأول والاجتماع القادم للجنة المشتركة الفلسطينية العراقية، أن يكون هذا الاجتماع عن قريب خلال الأشهر القادمة، وسيكون الاجتماع إن شاء الله في رام الله. التقينا مع دولة رئيس الوزراء وكان اجتماعا مهما جدا، ناقشنا فيه كثيرا من القضايا التفصيلية وعرض علينا كثير من القضايا التي يجب أن ننظر فيها وندرسها ونأخذها باهتمام كبير. شعرنا بهذا الود والاهتمام والرعاية والدعم والإسناد الذي نحن دائما بحاجة إليه، وأنهينا للتو لقاءاتنا مع أخينا وصديقنا العزيز معالي وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين، حيث تحدثنا بشكل عملي عن كيفية ترجمة كل ما سمعناه من فخامة الرئيس إلى دولة رئيس الوزراء، وكيف تستطيع العراق أن تقدم هذا الدعم والإسناد لشقيقتها دولة فلسطين. أنا حقيقة مرتاح، سعيد لما سمعته لما رأيته، وسوف أنقل كل ذلك إلى القيادة الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني. عقد الاجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة العراقية الفلسطينية في رام الله هو أكبر برهان ودليل على هذا الدعم العراقي لفلسطين. استعداد الوزير ومن معه من وزراء ومسؤولين عراقيين للقدوم إلى رام الله إلى فلسطين لعقد مثل تلك اللجنة المشتركة هو أكبر تعبير لهذا الاستعداد العراقي لدعم فلسطين.